طبعا زي ما احنا شايفين ده الدرو السعودي او علف الفيل، هو غذاء الفيل زي ما اطلق عليه، يتحمل درجة الملوحة في الارض تصل ل1000. هو محصول صيفي، بناخد منه 5 إلى 6 حشات. لو عاوزين تعرف طريقة زراعته تابعوا الفيديو للنهاية، وشكرا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة. ان شاء الله النهارده هنزرع الدراو او ما يسمى في مصر الدراو السعودي. دي بيتغذى عليه الارانب والحيوانات، الماعز والماشية برضه، ذات اوراق عريضة. هو هيتم بدره الزرع في اول الصيف، اول شهر 4، وبيتم عزيج الاحواض زي كده ومسويتها، وبعد كده هيتم رش، فتابعونا. طبعا دي الدراو السعودي، هيتم رميه او نسله زي ما احنا شايفين كده. فهيتم ريه دلوقتي بالماء، فتابعونا. ودي الخطوة الأخيرة، هو ري الدراو السعودي بالمياه. فإن شاء الله نتابعها لغاية الإنبات وأن يتم حصاده وحش، فتابعونا. وده بعد أسبوع من الزراعة بدأ ينبت الدراو السعودي زي ما بنسميه في مصر. على كده ان شاء الله هنرويه ريه تانية، وهي ايه تطبيق عليها بالمية، وبعد كده هنبدأ تسميده بالسماد الازوتي. فده شكل الدراو السعودي اللي ان شاء الله هنرويه. هي الارض مش عطشانة ولا حاجة، بس هي بتتشقق لانها ارض رملية، فده من الطبيعي، فتابعونا. الخطوة الأخيرة هو إيه؟ ري. ودي الخطوة الأخيرة، هو ري الدراو بالمياه. فإن شاء الله هنتابع الخطوات اللي جاية. طبعا بعد مرور 10 أيام بالضبط نلاقي الدراو السعودي أو الماشية والأرانب وبعض الطيور بدأ يكبر بسم الله ما شاء الله زي ما حضرتكم شايفين. ان شاء الله هيتم تسميده بالسماد الازوتي للوقت، فهنبدا رش هكذا. ما تبقاش معانا غير خطوه واحده وهي ريه بالماء، فتابعونا. طبعا الدراو السعودي زي ما بنسميه في مصر ده اعتبر في الصيف من اهم الاعلاف او الحشائش اللي بتتغذى عليها سواء الطيور او الماشية او الارانب، فيعتبر هو المحصول الغذائي الاخضر في الصيف. فان شاء الله بعد الري دي الى 10 ايام بالضبط وهنبدأ ايه يتم حش. وبعد 15 يوم بالضبط من الري السابق، بعد ما اضفنا دفعة من السماد الازوتي، ده وقت الحش. فبسم الله ما شاء الله الحش بيكون على، بنسيب من الارض من النبات 5 سم بالضبط بحيث ان هو ينمو تاني زي ما حضراتكم شايفين. وده كانت نهاية الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك بقناتنا والضغط على زر لايك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.